فندق الشيراتون في وسط بانكوك. حاليا نحن في منطقة اسمها أسوك. هناك توجد المحطة، محطة السكاي ترين المترو يلتقي تحت أو بجانب هذه المحطة أيضا، هذه بالضبط في هذه المنطقة. هذه البناية تحت الإنشاء، هذا هو السكاي ترين حاليا، والقطار المعلق في وسط بانكوك. والشارع هذا يدعى سيكوموبيت. هذه المنطقة اسمها، أو بالأحرى هذا الشارع هو منطقة سوي كابوي رقم 15. طبعا هذه أو هذا الشارع بالأحرى هذا الشارع بعد الساعة 12 يتحول إلى منطقة بارات. يعني هنا حاليا عربات للطعام، لكن بعد بعد 4 ساعات من الآن تحول إلى بارات. يعني ما في مجال تمشي من هون، لأن طريق الأولى الروتيل عبر على الجهة المقابلة. كثرة الازدحام يعني المطار على صيف، هذا عادي هنا في بانكوك. لاحظ انهم يستعدون لحفلة. هذا سيكوموبيت اسم الشارع، هذا الشارع رئيسي يتكون من عدة مناطق، من رقم 1 إلى 27. يعني شفتها بعد 27 ما أعرف، يعني ما
المنطقة رقم واحد واثنين وثلاثة اللي هي للعربة، أربعة مكان البارات أغلب البارات، خمسة مكان بعض العرب والأجانب، سبعة هي للأوروبيين، 15 هي مختلطة، وأنا أسكن في المنطقة رقم 22، أربعة هي للأبراج، أربعة أبراج متشابهة يعني في هذه الأبراج، من هنا ما الجسر هذا يحجب عني التصوير لهذه الأبراج. وبعد المنطقة 27 ما زرت يعني.